مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ونور للدرجاة كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل به من الثمرات ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت یہ محفل ہے جس کا عنوان آپ حضرات نے اشتہارات پر لکھا دیکھا میسج کے ذریعے پیغامات کے ذریعے حضرت اقدس حافظ محمد صدیق صاحب دامت وفیودہم آج کی جلسہ حاضر کی تمام انتظامیہ کمیٹی جن کی پرخلوص کاوش پر کوشش پر یہ پنڈال سجا محنت ہوئی آپ حضرات تشریف لائے مہمان آئے آ کے چلے گئے باری باری جن کو یہاں آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے حافظ محمد صدیق صاحب